ويتقدم عن جمهرة الفنانين الحاضرين والغائبين الفنان سيد أحمد أقومي والفنانة فاطمة حليلو ليقدم هذه الجائزة إلى السيد رئيس الجمهورية أو هذه الهدية في يوم الفنان اليوم الوطني للفنان مثل ما هي اللوحة على يمين السيد رئيس الجمهورية لوحة من الفن التشكيلي للفنان حمزة بنوة خريج المدرسة العليا للفنون الجميلة صاحب عدة معارض ومشاركات وطنية وجوائز دولية. هذه اللوحة من فن الحروفيات لوحة تشكيلية تترجم الخط العربي في أسمى معانيه بتقنية الأكريليك والحبر الصيني، وهي من الفن التشكيلي المعاصر. أراد صاحبها الفنان حمزة بنوة الخروج من الأصالة إلى المعاصرة كتجربة روحية للبرهان والعرفان وصولاً إلى مبلغ الخيال الفني، وانطلاقاً من الحكمة القائلة أن الخط هندسة روحانية ظهرت بآلة جسمانية تقوى بالإدمان وتضعف بالترك. هذه هي هدية السيد رئيس الجمهورية من قبل جمهور الفنانين والفنانات.